حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المهندس هشام العباسي، رئيس الرقابة والتفتيش في بلدية المحرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. مساء الخير المهندس هشام، وأهلا بك في نشرة الثالثة. كيف تتعامل الوزارة مع البلاغات الواردة بشأن مخالفات البناء؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. شكرا لكم الاستضافة وإتاحة الفرصة لنا لتسليط الضوء على يعني إجراءات البلدية فيما يتعلق بالبلاغات، وأيضا الإجراءات المتعلقة يعني في حق المخالف. طبعا إذا ما تكلمنا بخصوص البلاغات، يعني للأمانة توجد العديد من القنوات اللي يعني البلدية تستلم فيها البلاغات، يمكن من أبرزها النظام الوطني للمقترحات والشكاوي، نظام تواصل، بالإضافة إلى بلاغات أيضا يعني نستلمها من خلال الخط الساخن البلديات أو الحضور الشخصي في بعض الحالات. أيضا البلاغات الأخرى اللي نستلمها يعني من الجهات الحكومية مثل وزارة الإسكان، هيئة الكهرباء والماء، وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وطبعا ما ننسى البلاغات اللي ترد إلى البلدية من خلال الجهات الأمنية. لو تكلمنا شوي عن كيفية التعامل مع هذه البلاغات والإجراءات المتخذة في حق المخالفين، فطبعا يعني فور استلام هذه البلاغات، أولا يعني نتحقق من المعلومات الواردة فيها ونتأكد يعني من صحة هذه المعلومات. بعد ذلك طبعا نقوم بتكليف المختصين والمفتشين بالكشف الميداني. في الكشف الميداني يتم ضبط المخالفة، التحقق منها، يتم أيضا إشعار المخالف يعني بضرورة التوقف عن مواصلة الأعمال المخالفة فورا، ويعني نطلب منه تصحيح الوضع وإزالة المخالفة خلال مهلة يعني نحددها حسب القوانين والأنظمة. طبعا طبيعة الحال في حال يعني عدم الالتزام بتصحيح الوضع خلال المهلة اللي احنا أعطيناه إياها أو مذكورة في القانون، يتم تسلسل في الإجراءات، ويعني يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حسب ما تنص عليه القوانين والأنظمة. طبعا بس أحب أنوه إلى نقطة مهمة، أن يعني بالإضافة إلى البلاغات المتعلقة بمخالفات البناء واللي يعني يتم التعامل معها حسب قانون تنظيم المباني، هناك أيضا بلاغات أخرى يعني تستلمها البلدية متعلقة بمخالفات إشغال الطريق العام اللي يتعامل معها حسب قانون إشغال الطرق العامة رقم 2 لسنة 1996، وأيضا البلاغات المتعلقة بقانون النظافة العامة وبلاغات أخرى متعلقة بعمل البلدية. نعم المهندس هشام العباسي، رئيس الرقابة والتفتيش في بلدية المحرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، شكرا جزيلا لك على هذا الإيضاح.